طيب بالنسبة لحاجة تانية، موضوع انه الالبوم يكون مش كمان سنة، انا معاك فيها، بس ليه مثلا ما يكونش فيه ستايل كل سنة ونص؟ شو انا بجيب، بص ماسك العصا من النص يعني. بس انا قصدي انه يبقى مثلا البوم صيفي شهر 6 شهر 7، والبوم شتوي اللي بعده يبقى شهر 12 او 1، انه يكون في تنوع في الموسيقى، لان انا عارف ان انت يعني اب تو ديت دايما بتدور على الجديد، مش مجرد ان انت بتعمل البوم لغرض انه ينزل ويبقى في رصيدك اكتر من البوم. يعني انا ده قلته قبل كده انه مش بالكم خالص. صح. بص يا اكرم، هو دلوقتي طبعا الحقيقه ان احنا بقينا يعني وي ار اوبن قوي دلوقتي لاي مودلز جديده، يعني ممكن نقدر نسمي تو البومز في السنه، واحد شتوي واحد صيفي، اللي هو بيجمع يعني نص البوم في الصيف نص البوم في الشتاء مثلا. ممكن نقول لا، هنفضل على نفس المودل بتاع البوم كامل بينزل مع بعضه. ممكن نقول انه البوم كامل بس ما ينزلش مع بعضه، يعني اللي يخلص ينزل، عارف اللي هو مثلا، يعني انا بقول اغنيه زيها مين وياسين خلصانين، انت مش هتصدق، خلصانين قبل كورونا، انت متخيل؟ ده يعني من احنا ده لو انا بعمل ذا فويس كيدز، يعني كنا في اظن في الشتاء، يعني اول 2020 يناير فبراير 2020 كانوا زيها مين ويا نسيم وما تعودناش، الثلاثه دول خلصانين. فكانوا ممكن نقول ان احنا لو مثلا الثلاثه دول جينا على الصيف بقوا مثلا سبعه ثمانيه، فيقوموا نازلين صيف وينزل زيهم تاني في الشتاء، ويبقى ده باقي الالبوم مثلا. دي افكار كلها لسه احنا وصلنا لمرحله دلوقتي انه ما بقاش في موديل ثابت متحكم في الماركت، بقيت تقدر تعمل اي حاجه، ولكن هفضل طول الوقت متمسك بفكرة الألبوم، لأنه الألبوم بيدي لك فرصة فنية أكتر، إنك أنت تقدر. يعني أنا بقول مثلا، جيت أنا في وقت من الأوقات مثلا حبيت أغنية مثلا أنا سرها، هل أنت تتخيل إن أغنية أنا سرها دي ممكن تبقى أغنية سنجل؟ لا، لا تفشل تفشل، لأن أنت لو نزلت أغنية أنا سرها دي لوحدها كده مع نفسها سنجل، هي مش تجارية، هي أغنية مش كوميرشال، ما فيهاش مواصفات السنجل. السنجل لازم تبقى اغنيه كوميرشال، ولا يتحكم عليك انك فشلت. فده انت هتتحرم منه كفنان، وهنتحرم منه كجمهور، ان هيبتدي الاغاني كلها تبقى اغاني كوميرشال فيها مواصفات السوق، اللي عايز الاغنيه اللي بترقص او الاغنيه اللي، وده فنيا غلط. لازم يفضل طول الوقت في اغاني الهدف منها هو هدف فني فقط مش تجاري. ده بينفع يتعامل لما بتكون عامل البوم كامل، هتقدر تحط، يبقى عندك عناوين كبيره، عناوين رئيسيه، اغاني كوميرشال بايعه لفكره الجزء التجاري للالبوم بتنفذه، وفي اغاني تانية فنيا هي محتواها حلو جدا وليها ثقل فني انت كفنان نفسك تعمله والجمهور محتاج يسمعه، فده ما بيقدرش يتحط غير جوه البوم. فانا متمسك طول الوقت بفكره الالبوم، يمكن كنت لسه بقول قبلك على طول الموديل البوم، طريقه نزوله نقعد نفكر فيه بقى ونتناقش فيه زي ما احنا عايزين، هل هو الافضل ينزل اغنيه اغنيه، ولا هو ينزل مع بعضه، ولا ينزل نصين، ولا ينزل، علشان نخلي دايما في تواصل بينك وفي حضور دايما بينك وبين الجمهور. زي ما انت بتقول، انت مش حابب ان المده تزيد عن سنه ونص، فممكن تبقى سنه ونص تنزل ست سبع اغاني، وبعدهم بست سبع شهور تنزل ست سبع اغاني تانيين، وارد. يعني الطريقه الحقيقه احنا ممكن نقعد نفكر فيها مع بعض ونوصل لشكل مرضي للفنان اللي عايز يقدم محتوى فني جيد، وللجمهور اللي عايز طول الوقت يحصل له تشبع من الفنان اللي بيحبه، انه ما يغيبش زياده عنه، يعني ما يبقاش فيه جاب كبير في 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 في, في نزول الاغاني، يعني ما يبقاش فيه فتره طويله، يبقى طول الوقت في تواصل، في اغاني بتنزل، وفي نفس الوقت في كواليتي، وفي فكره البوم كامل. مش هنحكم على بعض بقى ان انت نزلت اغنيه ما نجحتش يبقى انت فنان مش ناجح، لا، هنلغي بقى الفكره دي، هنقول احنا هنعمل البوم في اغاني كوميرشال تجاريه، وفي اغاني فنيه يتحكم عليها حكم فني فقط مش حكم تجاري.